محمد، انتوا كان لكم دور عظيم في دوري المرتبط هذا الموسم، خلصتوا بدري بدري يعني، عشان برضو احب افهم الساده المشاهدين، عشان بعض الناس مش بتابع باسكت فاحب افهمه. دوري المرتبط هو نفس المنافسه يعني، نفس الفرقتين بيلعبوا بعض، بيلعبوا فرقتين الشباب الاول وبعد كده فرقتين الكبار. فرقتين الشباب كسبوا، فمهمه الفرقتين الكبار بقت اسهل، او الفرقه الكبيره اللي هي كسبت منها الشباب تبقى مهمتها اسهل شويه، زي ما حصل مع النادي الاهلي ان لما فرقه الشباب كسبت سموحه في الاخر كان فرقه الكبار المباراه بالنسبه لهم تحصيل حاصل. انتوا كان ليكوا دور عظيم جدا. ويعني احنا التارجت قبل ما نبدا ان احنا طبعا مرتبط ان احنا نخش من غير خساره، ان احنا نحاول نجيب كل الجيمات ما نخسرش طبعا، برده عشان نساعد فيرست تيم. حد في ماتشين الاتحاد احنا كسبناهم، هم كانوا خسروا ماتش يعني، فالحمد لله ان احنا كسبنا الاثنين، فدخلنا ان احنا نصعد. وبرده الحمد لله ان احنا كل الماتشات كسبناها. في الاول كان نلعب يعني مش احسن حاجه، بس مع الوقت بدانا نتحسن وجبنا بعض وساعدنا بعض. هاي الكابتن محمود خطيب كرمكم النهارده مظبوط؟ الصبح. ايه اللي حصل في التكريم؟ الكلام كان ايه؟ كان هو اول مره طبعا التكريم ده يحصل كناشئين، ان هو مهتم طبعا برضو بكل الرياضيات والالعاب في الناشئين. هايل. فطبعا كانت يعني حاجه جميله ان هو يعمل كده. كان احنا وال 18 المرتبط برضو بنات، وكان كرمنا ان ضاعف المكافاه بتاعتنا، وعادي كلمنا على يعني ان احنا مش دي مش اول بطوله. قالك ضاعف المكافاه بتاعتنا وعديها كده اللي هو الكرام. هي انت اصل حبايبي بيقف عندها كتير قوي ضاعف المكافاه، عارف انت اللي هو انا يعني واقف دلوقتي مثلا ورئيس النادي جاي لي وانا كسبان بطوله كده وقال لي بص انت بدل ما هتاخد جنيه هتاخد 2 جنيه، ففي هيت قالت بقى وفي تنطيط حصل يعني المفروض يعني، ولا انت كنت طبعا طبعا كل الفرقه كلها كانت عادي يعني اللي هو عداها يعني اللي هو بيقولها كده بسرعه فاهم. وان دي مش يعني ما ننامش على البطوله دي، لسه في بطولات تانية، فنحاول ان احنا نجيب كل البطولات.